فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في المدن التي تكون فيها الشوارع مسفلتة، في المدن التي تكون فيها الشوارع مسفلتة، هل الأفضل الجمع حال المطر ولو لم يكن هناك طين ودحض؟ لا، الطين والدحض عذر آخر، نزول المطر وكونه يبل الثياب هذا عذر، ولو ما فيه طين ولا وحل نزول المطر. فإذا انقطع نزول المطر ينظر عاد في الأرض هل هي صالحة للمشي أو غير صالحة، هذا عذر آخر. نعم.